الأزمة بين الكوريتين تشهد تصاعداً ملحوظاً مع تزايد حدة التوتر بين الجانبين في ظل إعلان سول وواشنطن إجراء تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية. ورافق إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن التدريبات المشتركة الأولى للحلفاء هذا العام تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة ضد التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية تصاعداً لحدة الخطاب السياسي من جانب بيونغ يانغ، وحذرت من أن فرص الصدام بين الجانبين ستكون الأعلى خلال العام الجديد. كما توعدت كوريا الشمالية من أسمتهم بدعاة الحرب في سول بمواجهة لحظات أكثر إيلاماً إذا واصلوا القيام بتحركات المواجهة ضدها. وبعد أيام من تصريح الزعيم كيم جونغ أون بأنه لا جدوى من السعي للمصالحة والوحدة مع كوريا الجنوبية، ووصف العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات عداء، حذفت كوريا الشمالية الأقسام التي توفر معلومات حول الوحدة مع ناظرتها الجنوبية من منافذها الدعائية، وهو الأمر الذي قد يشير لتغيير في المسار التاريخي للعلاقات بين البلدين. بالتوازي، دخلت الحرب الروسية الأوكرانية على خط الأزمة بين الكوريتين، مع تأكيد كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أن أي نقل للأسلحة من قبل كوريا الشمالية يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن. واتفقت الأطراف الثلاثة على تعزيز آليات التعاون الثلاثي التي تم إنشاؤها في قمة كامب ديفيد للرد على أي استفزازات إضافية لكوريا الشمالية وتعاونها العسكري مع روسيا بصفة الدول الثلاث أعضاء في المجلس. وتسود المنطقة حالة من التوتر ربما هي الأخطر منذ حرب عام 1950 في شبه الجزيرة الكورية، مع الدور الرئيسي الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم كوريا الجنوبية، الأمر الذي قد ينذر باندلاع أزمة جديدة قد تواجه العالم الذي يعيش على صفيح ساخن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.